ايوه بيه، فين عبد العال وقرل؟ انا عبد العال. وانا قرل. وانا مخيم ريو خيمة. انتوا بتهزروا؟ هزار تقيل شوية. ثانية واحدة. الله عليك يا رب. يا زهراء يعني تعالوا. سلامتك سلامتك، مالك؟ قوم 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 قوم. بص خد بقى خد. وقالت له
وهي محتاره خالص ومش عارفه تعمل ايه. ورد عليها ابي احمد وقال لها يلا يا نوحه ما تضيعيش الفرصه من ايديك يا حبيبتي. يلا يا نوحه يلا يا نوحه ما تضيعيش الفرصه من ايديك. وبعدين يا روحي الله وابي احمد فضل يقول لها ما تضيعيش الفرصه يا حبيبتي ما تبقيش متردده يا روحي. وقبل نوها ردت عليه وقالت له لا يا احمد انا مش متردده بس الاول لازم اقنع بابا وماما انهم يوافقوا على جوازي. ما رحبش كده زي الناس الوحشين. وبعدين ردت عليه قبل رد عليه ابو احمد وقال لها رد عليه ابو احمد وقال لها يا بنتي كلمي هنرحم ازاي بعد كل اللي عملناه دول من الجيل القديم ودماغهم ناشفه. وبعدين ايه اللي حصل؟ قالوا ايه في الفيلم؟ قالوا ايه؟ وبعدين قالوا ايه في الفيلم؟ قالوا ايه؟ افتكرت. وبعدين نمت عليك يا حيل كده كده بعيد اتكلمي انطري ما عرفتيش قالوا ايه بعد كده قول يا بابا اصل انا صحيت بعد شويه كتار لقيتهم لسه بيتكلموا ويتناقشوا ويتبحثوا وبعدين اتفقوا يروحوا المأذون. مأذون اهم وصلوا الحمد لله على السلامة يا سيدنا الشيخ. الشهود هم يا عم الشيخ. اهلا وسهلا اهلا فراغ يا هتريش عنك يا ابونا عنك اشهد يا ولدي نزل الخوفة دي نزل الخوفة دي ايه الحقيقة بابا جاي ورانا يلا يا نوها يا وان Thank you.
عارفه ده موضوع عائلي. قوم يا عم الله يخرب بيوتكم. اصلا مش واخد بالك من الموضوع. اصل ده موضوع عائلي. كل يتزوجوا ولا ايه رأي سيادتك؟ لا انا مش قصدي على كده، انا قصدي على سرقة العربية. هذه سرقة بيضاء وهؤلاء قوم شرفاء، وانا متنازل عن الشكوى ولن ارفع دعوة. انا كمان مسامحهم لو انهم نشفوا دمي ويباركهم الرب. انا بقى اللي عاوز اشتكي لك يا حضرة الضابط. العيال دول اللي هم الجيل الجديد تعبونا قوي، تعبونا خالص، والواحد مش عارف يعمل ايه. ما تعملش حاجة ابدا يا مرسي، دي سنة الحياة وادي حال الدنيا وهتفضل كده على حالها. صراع دائم ما بين القديم وما بين الحديث. دول هربوا تاني يا عمي، هربوا تاني. انا ما كنتش عارف ان الجواز صعب بالشكل ده. وبعدين يا عمي، ولا حاجه يا ابني، دي سنه الحياه، صراع دائم بين القديم والحديث. شوف فينا وراه وراه سيارتك يا شيخ حسن. اطمئن سيرجعوا ثانيا. اتفضل اتفضل. يا هادي، واحد اتنين. ما رأيك يا شيخ حسن في هذه المسألة؟ والله أنا أرى أن الزواج خير علاج. وما رأيك أنت؟ أنا أؤيدك كل التأييد ولو أنه شيء جنين. لا لا لا، مش دي النهاية. النهاية لما نتجوز. وإحنا مش هنتجوز إلا لما نعرف رأيكم.